إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، خلق الله لنا ما في الأرض جميعا، فقال سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فخلق الله لنا ومن أجلنا أشياء كثيرة تفضلا منه سبحانه وتعالى، وهو أهل الفضل وأهل الجود وأهل الكرم سبحانه وتعالى. ومما خلقه الله لنا أن خلق لنا بهيمة الأنعام، قال سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. فخلق الله لنا، ومما خلقه لنا، بهيمة الأنعام سبحانه وتعالى، من أجل أن نأكل وأن نركب وأن نشرب وأن نلبس، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. فله الحمد وله المنة سبحانه وتعالى. لكن يا معاشر المسلمين، تسلط الشيطان على بعض الناس فصرفهم في هذه البهيمة
وجعلهم يقعون في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا إبليس لعنه الله، قال الله جل وعلا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولآمرنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فحرف إبليس لعنه الله الناس عن جادة الصواب وعما ينبغي أن تكون هذه البهيمة من التقرب لله سبحانه وتعالى. يقول الله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هذه الأمور اخترعوها من تلقاء أنفسهم. قال الله: ما جعل الله من بحيرة، الناقة تلد كذا وكذا، فإذا وصلت إلى العدد المعلوم شقوا أذنها وتركوها وسيبوها. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، هكذا السوائب التي تسيب للأصنام والأوثان والأنداد، لا يركب ظهرها ولا يؤكل لحمها ولا يشرب درها، يجعلونها للأنصاب والأزلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. هؤلاء الكفار جعلوا لما لا يعلمون نصيبا، جعلوا للأصنام والأوثان والحجارة، جعلوا لها نصيبا من خلق رب العالمين لما لا يعلمون، وهي لا تعلم شيئا، أو وهم يعلمون أنها لا تملك لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. هذا من الكذب والافتراء على رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. مما ذرأ، مما خلق من الحرث، مما يحرث ويبذر ويزرع، مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. الأنعام هذه البهيمة التي سخرها رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا واصفا حال هؤلاء الذين جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. سبحان ربي، وهم يشركون ويصرفون ما خلقه الله لغير الله جل وعلا، ومع ذلك لا يعدلون في هذه القسمة التي هي ضيزى وهي جائرة وليست بعادلة. وكان عمرو بن لحي الخزاعي لعنه الله هو أول من سيب السوائب، رآه النبي وهو يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه
في نار جهنم. فقال النبي: لأنه أول من سيب السوائب. فرآه النبي وهو يجر أمعاءه في نار جهنم، لأنه أدخل هذا الشرك إلى جزيرة العرب، إلى بلاد العرب، واستمرت إلى أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه أن يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أهل لغير الله به، فجميع ما خلقه الله من الحيوانات هي حلال، إلا ما ورد النص في تحريمه. قال الله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هذه هي المحرمات التي حرمها ربنا في هذا النص القرآني. الميتة، إذا ماتت الميتة حتف أنفها فهي حرام لضررها، الدم يحتقن فيها فإذا أكلها الآكل انتقل ضررها إليه وعليه فأثر في دينه وفي بدنه. حرمت عليكم الميتة والدم. الدم كان أهل الجاهلية يأكلونه ويشربونه، وأعني بالدم المسفوح الذي ذكره ربنا، أو دما مسفوحا أي الذي يخرج من بهيمة الأنعام، يجعلونه في إناء ويطبخونه ويأكلونه. فحرمه الله جل وعلا لما فيه من الضرر. ولحم الخنزير، حرمه الله وحرمه ربنا على النصارى عليهم لعائن الله، وهم يأكلونه وقد حرمه الله. وإذا نزل عيسى عليه السلام قتل الخنزير يرد عليهم وعلى افترائهم، فالنصارى ما وجدوا أكلوا، لا يعرفون حلالا ولا يعرفون حراما. وأما اليهود فشددوا، فشدد الله عليهم. قال الله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فحرم الله عليهم شحوم الأبقار والأغنام وهكذا التي تختلط بالحوايا أي بالبطون، إلا الألية فالله أباحها لهم. السبب هو بغيهم قال الله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، والذي حرمه على نفسه
لحوم الإبل وألبانها وألبانها، وحرم الله عليهم كل ذي ظفر، كل ذي ظفر ما له ظفر حرمه الله جل وعلا عليهم من الطيور كالبط والوز وما أشبه ذلك مما له ظفر بسبب بغيهم. أما هذه الأمة المباركة المحمدية أباح الله لها الطيبات، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم والذي تلي علينا حرمت عليكم الميتة والدم، الآية إلى آخرها، إلا ما يتلى عليكم. وقال سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فله الحمد وله المنة، أباح لنا كل شيء إلا ما استثناه، وما استثناه ربنا وحرمه ربنا إنما فعل ذلك لضرره. ولهذا حرم عليكم يا معاشر المسلمين أن تأكلوا السباع. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. لماذا؟ لأنك إن أكلت من لحوم السباع صرت سبعا، لأن المتغذي يكتسب من طباع الغذاء فيصير سبعا فتاكا يبطش ويكسر ويفعل كفعل السباع. وهكذا ذوات المخالب من الطيور حرمها ربنا لضررها، وهكذا الأشياء القبيحة التي لا نفع فيها ولا خير فيها حرمها ربنا سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. خلقها ربنا لنأكل منها ولنذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها. قال الله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ليجادلوكم. ومجادلة هؤلاء الشياطين أن قالوا: إنكم تأكلون ما ذبحتموه بأيديكم وما كان ميتا فإنكم لا تأكلونه، والميتة هي من ذبح رب العالمين. فهذا من إيحاء الشياطين ومن مجادلة الشياطين. أقول ما قلت وأستغفر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمما يتقرب المسلمون في هذه الأيام القادمة أنهم يتقربون لله بذبح الضحايا وبإنهار الدماء قربة لله، وهذه القربة من أفضل وأعظم القرب، فقد قرنها رب العالمين بالصلاة، فأعظم الأعمال البدنية وأفضلها هي الصلاة، وأفضل الأعمال المالية هي الذبح وإنهار الدماء تقربا إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. جمع الله بين الصلاة وبين النحر، فالصلاة لا تكون إلا لله، وهكذا النحر لا يكون إلا لله، فمن صلى لغير الله فقد خرج من دين الإسلام، ومن ذبح لغير الله فقد خرج من دين الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصل لربك وانحر. وقال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انظر ماذا قال نبيك: صلاته ونسكه أي ذبحه لله جل وعلا لا شريك له، فالذي خلق الذي خلقها هي تذبح باسمه وعلى اسمه سبحانه وتعالى. ومن ذبح لغير الله فهو ملعون. روى الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فمن ذبح لغير الله فهو ملعون مطرود، وقع في الشرك، يجب عليه أن يجدد إسلامه وأن يجدد إيمانه، لأنه خرق ووقع في الردة. نعم يا معاشر المسلمين، المسألة خطيرة، ولهذا قال الله: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأمم من أولها إلى آخرها مأمورة أن تذبح على اسم الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يجوز لمسلم أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، يذبح فيه لغير الله جل وعلا، لا يجوز له ذلك. قال الله، أو روى أبو داود في سننه من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: يا رسول الله، نذرت أن أنحر إبلا ببوانا، أي في مكان. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل فيها، أو هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك. فأمره أن يفي بنذره بعد أن سأله هل فيها وثن، صنم أو شجر أو حجر أو قبر يعبد من دون الله. ولهذا
الاتباع، الدماء لا تراق إلا لله وعلى اسمه سبحانه وتعالى. الذين يذبحون للقبور والأشجار والأحجار ويذبحون من أجل الجن والشياطين، هؤلاء ما عرفوا التوحيد، لم يحققوا التوحيد الذي أراده الله وأرسل رسله من أجله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. معاشر المسلمين، هذه الليالي والأيام أيام مباركة، نحن في أيام العشر، في أفضل الأيام عند الله جل وعلا. فيها يوم التروية، الحجيج يتوجه إلى منى. فيها يوم عرفة، يوم عرفة، هذا اليوم المبارك الذي أكمل الله دينه فيه، اليوم أكملت لكم دينكم. وهكذا الصيام لغير الحاج، صيام يوم عرفة يكفر سنتين ماضية وآتية، كما صح في ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأيام امتازت بشرف الزمان لغير الحاج، وبشرف الزمان والمكان لمن حج البيت الحرام. فيها يوم النحر من أفضل الأيام عند الله، وفيها أيام التشريق، أيام ذكر الله، وفيها يوم العيد، يوم زينة المسلمين، يصلون ويتقربون لله. الحرص، الحرص معاشر المسلمين على هذه الليالي والأيام المباركة التي تقربكم إلى الله، موسم عظيم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للعمل الصالح في هذه الليالي والأيام المباركة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم أشغله في نفسه، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، اللهم اجعله عظة وعبرة وآية. اللهم اجمع قلوبنا على الحق والهدى. اللهم عليك بالكفرة المعتدين، اللهم عليك بأمريكا ودولة اليهود، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، والحمد لله.